بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع الحدث، أحداث جديدة في المشهد السياسي نلقي الضوء عليها في هذه الحلقة. أهم المحاور التي سوف نتناولها في هذه الحلقة: المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها للسودان وترحب بالحوار بين الأطراف السودانية، كذلك نناقش في هذه الحلقة مباحثات روسية سودانية وجهود لاحتواء الأزمة السياسية، وكذلك تفعيل للاتفاقيات المشتركة بين البلدين. أيضا نناقش في هذه الحلقة إكمال قوى الحرية والتغيير للرؤية التي أعدتها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول محاور حلقتنا لهذه الليلة يسعدني يشرفني يكون معي ضيوفي محللين على هذه الحلقة. بداية يكون معنا على الاتصال الهاتفي الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ بركات النجار. مرحب بك أستاذ بركات. مرحب بك أستاذ عاصم، ومرحب بضيفك الكريم، ومرحب بالمشاهدين على امتداد البث. نعم، أيضا مشاهدينا الأعزاء سيتواصل معنا في النصف الثاني من هذه الحلقة المحلل السياسي الأستاذ محمد عمر، محللا على هذه المحاور. إذن مشاهدينا الأعزاء، المملكة العربية السعودية تؤكد دعمها وموقفها الثابت والداعم للسودان في كل وتطلعاته في كل ما يحقق أمن واستقرار وتحقيق آمال الشعب السوداني في الحرية والعدالة والسلام. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل، الكلمة التي أكدت فيها المملكة العربية السعودية وقوفها بجانب الشعب السوداني في هذه الأزمة التي يعيشها ودعمها للحوار الآن بين الأطراف السودانية في السودان. نعلم أن المملكة العربية كانت قد لعبت دور الوساطة بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في اللقاء الهام الذي عقد في هذا في الأسبوع المنصرم في نهاية الأسبوع الماضي ما بين المكونين المدني ممثلا بقوى الحرية وتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري، اللقاء الأول من نوعه الذي جمع بين الطرفين بوساطة أمريكية سعودية تسهيلا إلى بناء الجسور إلى الثقة كما ذكره البيان الأمريكي عقب اللقاء. أدوار كبيرة إقليمية ودولية وفي المنطقة، ودول الجوار المملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول تلعب أدوار كبيرة لأمن واستقرار السودان والمساهمة في حل الأزمة السودانية. أستاذ بركات النجار، بحسب الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة، المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية السودانية ولعبت دور الوساطة أيضا في اللقاء الذي جمع الحرية والتغيير. بداية حدثنا عن دور المملكة تجاه الأزمة السودانية. نعم أستاذ عاصم، ظلت المملكة على الطول على الدوام يعني منذ التغيير الذي حدث في السودان، وللحقيقة بغض النظر عن الأنظمة التي تحكم في السودان، ظلت المملكة باستمرار داعمة للشعب السوداني وداعمة لقضاياه وداعمة لمشاريع التنمية في السودان. نذكر أن المملكة كانت من أكبر الدول الداعمة لمشروع السودان سلة غذاء العالم العربي، ومشروع شركة التنمية الزراعية العربية التي تعتبر إحدى أكبر الشركات التي عملت في السودان منذ الثمانينات، وكانت تدعمها المملكة أو أغلب رأس مالها من، نعم هي من الصناديق العربية لكن كانت تدعمها المملكة بشكل كبير. أيضا منذ أن بدأ التغيير في السودان ظلت المملكة داعمة، رأينا السفير السعودي يقود الصلح ما بين القبائل في شرق السودان في بداية 2019 عندما تواجدوا جميع الفرقاء في شرق السودان في وليمة في إفطار رمضان،
وكذلك زيارته لشرق السودان، وأيضا كثير من المشاريع التي كانت قد بدأت ما بين السودان والمملكة، وفي مقدمتها أيضا مشروع التكامل الاقتصادي أو المنتدى الاقتصادي السوداني السعودي الذي عقد نسخته الأولى في الخرطوم، وكان من المفترض أن تعقد نسخته الثانية في العاصمة السعودية الرياض، وكذلك مشروع ولي العهد محمد بن سلمان الذي دعا الدول الخليجية أجمعها بأن يتم تكوين صندوق استثماري للسودان برأس مال 10 مليار وتولى هو دفع 3 مليار منه من المملكة السعودية. أعتقد أن المملكة ظلت باستمرار دائما داعمة للشعب السوداني وتطلعاته ومواقفه، وهي باستمرار ظلت تمد يدها للسودان منذ قديم الزمان. نعم. وذلك للعلاقات أعتقد التاريخية. نعم أستاذ بركات، وهذا ليس غريب على المملكة العربية السعودية. نعم. والدور الكبير الذي تلعبه في المنطقة وفي دول الجوار جمعاء. أستاذ بركات، كان هناك لقاء وساطة جمع المكون المدني الحرية والتغيير والمكون العسكري، وهذا اللقاء تم بوساطة أمريكية سعودية، وكان له ما بعده من حديث في الشارع السوداني حول إمكانية أن يكون هذا اللقاء هو بداية الحل لإنهاء الأزمة السياسية التي طال أمدها. تعليقك على هذا اللقاء. نعم، أعتقد عاصم أن ما حدث، اللقاء الذي حدث، هو أكبر اختراق سياسي حدث في الفترة الأخيرة منذ 25 أكتوبر حتى الآن. أكبر اختراق سياسي حدث هو كان اللقاء الذي جمع ما بين المكون العسكري واللجنة أو ممثلي المركزية الحرية والتغيير، فقد حرك الجمود وفتح آفاقا كثيرة في حالة الجمود الذي كان يعيشها الواقع السياسي في السودان. من حيث الواقع السياسي، أعتقد أن هذا اللقاء غير كثيرا في مجريات الأحداث، بل فالكثيرين رغم أنهم رفضوا هذا اللقاء باعتبار أن هنالك شعار مرفوع يسمى أو يدعى اللهات الثلاثة، وبالتالي مفروض الحوار. أعتقد أن ما قامت به الحرية والتغيير هو موقف جريء ومطلوب، لأنها عرضت، هي عبر وساطة عرضت وحركت الرؤية السياسية عبر عرض مطالب الشارع. هي تبنت مطالب الشارع وعرضتها مباشرة للمكون العسكري بشهود، اللي هي الشهود ممثلة وزير الخارجية الأمريكي أو مبعوثة وزير الخارجية الأفريقي، وكذلك الآلية الثلاثية والسفير السعودي في السودان. هؤلاء يمثلون دول إقليمية ومنظمات إقليمية وعالمية كبيرة. بوجود هؤلاء الشهود ألقت الحرية والتغيير الحجر في مياه المكون العسكري، وطالبتهم بقضايا محددة هي قضايا الشارع. فبالتالي أعتقد أن ما حدث هو انفراجة كبيرة. أولا أقنعت العالم بأن المدنيين ليسوا رافضين للحوار من حيث المبدأ، وإنما لديهم مطالب وشروط واضحة يستطيعون طرحها بالتعاون مع المجتمع الدولي وغيره من المجتمعات. فبالتالي هو الموقف ليس تعدد، وإنما من خلال تجارب وواقع حدث لهم منذ اندلاع الثورة، مواقف مع العسكر إلى الآن. العسكر هم من ينقضون العهود، وهم من يرفضون تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وبالتالي الحرية والتغيير أعتقد أخذت الشروط والمطالب التي يطرحها الشعب وعرضتها مباشرة في منظمة المكون العسكري بوجود شهود. الشيء الثاني مهم جدا، أن المجتمع الدولي الذي ظل يدعم الشعب السوداني ويدعم توجهاته أن يكون لديه حليف في الداخل يستطيع أن يتعامل معه وينفذ من خلاله إلى الواقع السوداني، وليس مجرد المكون العسكري فقط هو المنفذ للمجتمع الدولي. أعتقد كان مهم. الشيء الأهم من كل ذلك، أعتقد أن الحرية والتغيير المجلس المركزي لديها رؤية واضحة جدا للحل السياسي. هي طرحت ثلاثة مراحل
لحل الأزمة. المرحلة الأولى كما في الوثيقة أو الرؤية التي طرحتها. نعم نعم، أنا كنت سوف أتداخل معك بخصوص هذه الرؤية. اليوم حرية والتغيير أعلنت عن رؤيتها لإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر. هذه الرؤية التي طالبت بها الوساطة بضرورة، طالبت الحرية والتغيير الوساطة بضرورة أن يكون هناك إجراء أو رؤية متكاملة لإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر. نعم تفضل أستاذ بركات. نعم، هي طرحت رؤية واضحة، قسمت الواقع السياسي إلى ثلاث مراحل. قالت أن في المرحلة الأولى يجب أن يكون المرحلة الأولى هو فض أو إلغاء أو إسقاط الانقلاب عبر حل المجلس السيادي الذي يحكم السودان الآن، وتكوين حكومة ديمقراطية من التكنوقراط هم من يتولون الأمر. هذه في المرحلة الأولى، وهو تفاوض فقط ما بين الحرية والتغيير والتكون العسكري. ثم المرحلة الثانية مرحلة التأسيس الدستوري، والذي يشارك فيه قوى الكفاح المسلح زائد القوى الأخرى المؤمنة بالتغيير، تشارك في حوار شامل يضع خارطة طريق واضحة للفكرة الانتقالية حتى وصول مرحلة صياغة الدستور. والمرحلة الثالثة هي مرحلة صياغة الدستور التي أتاحت فيها الحرية والتغيير مشاركة جميع المكونات الشعبية السوداني بما فيها حتى الأحزاب التي لديها موقف من الانقلاب أو غيره أو من التحول الديمقراطي، لأن الدستور يجب أن يشارك فيه جميع السودانيين حتى الأحزاب المحظورة بما فيها الأحزاب المحظورة. وأعتقد أن مثل هذه الرؤية الجريئة كانت مفقودة في الشارع السوداني، وتحديدا في المكون المدني الذي كان يخشى أن يقدم مثل هذه الرؤى حتى لا يتم اتهامهم بأنهم هبوط ناعم ويسحبون إلى العسكر من خلفهم وما إلى، لأن الاتهامات في الشارع ظل الشارع يكيل الاتهامات بشكل مفتوح لكل من يتحرك في المجال السياسي. اتخذت الحرية والتغيير كان موقفها جريئا جدا، واستطاعت أن تطرح رؤية واضحة وبشكل كامل. حتى يعني الشيء المهم أخي عاصم في رؤية الحرية والتغيير أنه يتيح حتى لمن ينادون بالحل الجذري، وأنا أحدهم، أن ينادون بذلك متاح لهم الفرصة الآن في المرحلة الثانية أو في المرحلة الثالثة بأن يحققوا الحلول الجذرية، وليس من المرحلة الأولى بضربة قاضية. فذلك قد يهدد الكثير من المكونات في الشعب السوداني، وقد يؤدي إلى حرب أهلية وما إلى ذلك. لكن عبر المراحل الثلاثة التي طرحتها الحرية والتغيير، أعتقد أنه الحل المناسب والأمثل لحل الإشكال السياسي في السودان، وقد يقود ذلك إلى حل جذري ونهائي. في يعني كل من لديه رؤية الآن، رؤية سياسية بسببها يختلف المكون المدني السوداني داخل السودان، يمكن أن يجد مكانه أو مقعد أو مرحلة يساهم فيها بشكل فعال في واحدة من المراحل الثلاث التي طرحتها الحرية والتغيير. وأعتقد أن ذلك هو الموقف الجريء والذي طرحته الحرية والتغيير، وتحملت تبعاته بكل قوة وصبر وجلد. نعم تحدثت سيد برك. نعم واصل سيد. نعم بالمناسبة طرح الحرية والتغيير وموقفها وتفاوضها وتقديمها لرؤية واضحة للعسكر لا يوقف الشارع ولا ينهي الحراك الثوري في الشارع، بالعكس، بل هو المطلوب تصعيد الحراك الثوري في الشارع والتزام لجان المقاومة باللاءات الثلاث وبالشروط التي تطرحها وحتى بميثاق سلطة الشعب. كل ذلك يتحقق عبر المراحل الثلاث. أعتقد أن موقف الحرية والتغيير كان موقفا سياسيا متقدما يشكرون عليه، لأنهم حقيقي يعني الأفق الذي ظل مسدودا منذ 25 أكتوبر حتى الآن فتحته تماما الحرية والتغيير، وأتاحت للجميع المساهمة في تغيير الواقع السوداني للوصول لأهداف الثورة وتحقيقها تماما. نعم أستاذ بركات، تحدثت عن الجرأة التي قامت بها الحرية والتغيير ومشاركتها في هذا الاجتماع رغم المعارضات الكثيرة التي واجهتها والانتقادات نتيجة هذه المشاركة، وباعتبار أنها عكس ما كانوا يتحدثون عليه من لاءات ثلاثة
أنه لا جلوس في طاولة التفاوض من أجل سعيا لتحقيق مطالب الشارع السوداني الحرية والتغيير كما ذكرت. هي جلست ومن أجل تحقيق هذه الشروط هي جلست بشكل مباشر لإنهاء الأزمة. هل تعتقد أن مستقبل هذا العمل الذي يجري حاليا خصوصا أن الآلية الثلاثية كان لها جهد وكان لها حوار بدأ بالفعل ولكن تم تعليق هذا الحوار بعد لقاء المكون المدني والعسكري مع الوساطة، الآن الرؤية القادمة في وجهة نظرك أستاذ بركات هل يمكن أن تحقق ما قامت به الوساطة من هذا الاجتماع نحو حل الأزمة السودانية؟ وهل يمكن أن يقبل المكون العسكري بالتنازل لأن هناك شروط كبيرة وضعتها الحرية والتغيير وإيه إنهاء الإجراءات 25 واحدة منها يعني؟ نعم، هو شوف من حيث الحوار الذي أطلقته الآلية الثلاثية، أنا أعتقد بمجرد جلوس الحرية والتغيير في لقاء ثنائي عبر الوساطة مع المكون العسكري قد جعل من حوار الثلاثية مجرد حوار لا قيمة له ولا معنى له. أعتقد ذلك هو السبب الأساسي في أن الآلية الثلاثية قد أجلت الحوار، وقد رأينا الكثير من المواقف التي تشير إلى ذلك، لأن الحرية والتغيير طرحت خارطة الطريق واضحة في المرحلة الأولى لا جدوى لذلك الحوار الذي جمع كما يقال الحابل بالنابل، ونفس الذين يؤيدون الانقلاب ويدعمون العسكر هم جلسوا في فندق روتانا ليتحاوروا مرة أخرى، فهو حوار لا قيمة له ولن يقود إلى أي شيء. ما أخشاه حقيقة هو طبعا أن المكون العسكري كما صرح البرهان في لقائه الأخير مع قيادات الجيش بأنهم لن يذهبوا إلى الحلول الثنائية وإنما يريدون حل جميع المشكلة، لكن تناسى أن هنالك مجتمع دولي فاعل كان حضورا في هذا اللقاء وهو من سهل هذا اللقاء، والحرية والتغيير لم ترفض مشاركة الجميع بل وزعت ذلك حتى تصل إلى نتيجة حقيقية ونتيجة موضوعية وتستطيع الآلية الثلاثية والمكون الآلية الثلاثية والمكون المدني السيطرة على الحوار. طرحت ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى ببساطة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري لإنهاء الانقلاب وإلغاء كل القوانين أو ما ترتب عليه من قرارات، ثم المرحلة الثانية هو حوار للجميع، فبالتالي لا يستطيع البرهان أن يقول للمجتمع الدولي بأنه رافض لحوارات ثنائية، هي ليست حوارات ثنائية هي حوارات لكل الشعب السوداني، الحرية والتغيير أتاحت المشاركة لجميع الشعب السوداني لكن وفق مراحل حتى يتم في المرحلة الأولى الاستجابة لصوت الشارع نفسه الذي رفض الحوار رفض أقفل أبواب الطرق نحو الحل. نعم. فبالتالي الحرية والتغيير تبنت أن تتفاوض هي لإنهاء الانقلاب وتحقيق مطالب الشارع، بالتالي في المرحلة الثانية سيأتي الشارع لأنه لن يتفاوض مع العسكر وإنما تفاوض مع كل أبناء الشعب السوداني في الحوار التي تقوده الآلية الثلاثية ليضعوا خارطة الطريق واضحة للفترة الانتقالية بشكل عام، ثم المرحلة الثالثة يشارك فيه كل السودانيين بجميع أحزابهم بما فيهم والمنتمين للأحزاب التي كانت تحكم في فترة المؤتمر الوطني وبما فيهم أعضاء المؤتمر الوطني نفسهم، لأنهم في النهاية السودانيين من حقهم أن يقولوا رأيهم في الدستور وفي مستقبل السودان. أنا أتحدث عن المرحلة الثالثة الذي يشارك فيه جميع الشعب السوداني في المؤتمر الدستوري أو ما سمته الحرية والتغيير بالتأسيس الدستوري الثاني. فأعتقد أن ليس هنالك فرصة الآن أمام البرهان أو المكون العسكري للمراوغة والحديث عن أن هنالك اتفاق ثنائي، إنهم لن يذهبوا لاتفاق ثنائي، فهو ليس اتفاق ثنائي إنما اتفاق يجمع جميع مكونات الشعب السوداني في خاتمته أو في حصيلته. نعم أستاذ بركات أشكرك جزيل الشكر. يمكن مداخلة أخيرة في محورنا الثاني لهذه الحلقة، يعني يمكن بالأمس كان هناك مباحثات قامت بها وزارة الخارجية السودانية عبر وكيل وزارة الخارجية السفير دفع الله الحاج علي الذي التقى بسفير جمهورية روسيا لدى السودان، أتى هذا اللقاء بالأمس
معبرا عن العلاقات بين البلدين لتعزيز العلاقات، وتحدث السيد دفع الله الحاج علي عن آخر تطورات الوضع السياسي في السودان والأزمة السياسية، وتحدث أيضا في هذا اللقاء مع السفير الروسي عن تفعيل الاتفاقيات المشتركة ما بين البلدين. يأتي هذا اللقاء في ظل توتر كبير في أوروبا، تحديدا في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وفي الموقف من المجتمع الدولي من هذه الحرب التي طال أمدها حتى الآن. أيضا ينعكس ذلك على الموقف السياسي في السودان، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تلعب دور كبير كشكل وسيط مع المملكة العربية السعودية لحل الأزمة السودانية. هذا التناقض أستاذ بركات في الموقف في العلاقات الخارجية السودانية، ولقاء كهذا لبحث العلاقات ما بين البلدين في ظل الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وفي ظل سعي الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الأزمة في السودان، كيف تفسر هذا الميول الروسي من السلطة الحاكمة في السودان؟ أخي عاصم، يعني واحدة من الأشياء التي نأسف عليها حقيقة هو أن هذا منذ 25 أكتوبر حتى الآن يتعامل النظام الحاكم أو الانقلابي بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها المؤتمر الوطني السابق. كلما يتم ضغطه من جهة محددة يذهبون للجهة المناقضة ويحاولون اللعب على التناقض. روسيا الآن حتى الدول المستقرة والتي تمتلك اقتصادات قوية تقف موقف محايد حتى لا تفارق الجماعة أو المجتمع الدولي كله الذي يرفض الحرب الروسية على أوكرانيا، بل بالعكس هنالك فرضت العديد من العقوبات من جميع ربما من أغلب دول العالم على روسيا. الآن عندما أتى الأمريكان وعبر مساعدة وزير الخارجية الأمريكي وقارب السودانيين من الوصول إلى حل ووضع خارطة طريق واضحة برعاية أمريكية، ولأن المكون العسكري يعرف تماما أن أمريكا والمجتمع الدولي سيتم ضغط المكون العسكري حتى يقبل بخارطة الطريق ويصل السودانيين إلى تسوية، اتجه مباشرة لعقد هذا الاجتماع والإعلان عن تفعيل الاتفاقيات الروسية وما إلى ذلك. واحدة من المشاكل الأساسية الذي أبعد المكون العسكري من المجتمع الدولي الآن بعد 25 أكتوبر أن إحدى الموارد الأساسية لروسيا في الفترة الأخيرة هو الذهب السوداني الذي يصدر إلى روسيا مباشرة عبر الطائرات وعبر الشركات الروسية التي تعمل في تنقيب الذهب في السودان وتأخذه مباشرة من السودان إلى روسيا ويباعه هناك. لذلك حتى هذا السبب تحديدا هو الذي دفع أمريكا أيضا لتفعيل دورها في السودان ودفع المجتمع الدولي الآن يهتم بالسودان أكثر، لكن الحكومة السودانية أو المكون العسكري يمتلك جانب من المناورة أو مساحة من المناورة عادت وانتقت بالسفير السعودي بالسفير الروسي عبر ممثل وزارة الخارجية السودانية لتفعيل الاتفاقات التي هو السودان لم يوقع اتفاقات في فترة الحكومة الديمقراطية السابقة قبل 25 أكتوبر ولا حتى بعد 25 أكتوبر، وكذلك لم يوقع نائب رئيس مجلس السيادة عندما ذهب إلى روسيا قبل الحرب بكم يوم، لم يوقع اتفاقات للسودان وإنما وقع اتفاقات ثنائية تخص الدعم السريع وما إلى ذلك. بالرغم من ذلك يأتي اليوم الخارجية السودانية لتفعيل اتفاقيات وقعها المؤتمر الوطني أو وقعتها حكومة المؤتمر الوطني، فإذا هو مجرد مساحة للمناورة وللضغط على المجتمع الدولي بأنهم يملكون حلولا أخرى، لكن لا يعلمون أن روسيا نفسها الآن لا تملك حلولا. هل هناك رسائل سياسية من هذه المباحثات أستاذ بركات؟ لأن التوقيت وفي هذا التوقيت تحديدا المباحثات وإعلانها بشكل نعم الرسائل السياسية أن المكون العسكري يريد أن يقول للمجتمع الدولي أن لديه حلول أخرى ولديه دعم من جهات أخرى ولديه علاقات مع روسيا التي تقف بعيدا عن المجتمع الدولي معزولة من العالم كما هو المكون العسكري نفسه، فهي تريد أن تناظر عبر هذه الورقة عن التفاوض على مجرى التفاوض، لأن المكون العسكري يعلم تماما
أن الرؤية التي قدمتها الحرية والتغيير أو نقول الرؤية المقدمة الآن هي الرؤية الموضوعية للحل، وليس نعم. ليس هنالك مبرر للمكون العسكري لرفض ذلك. لذلك هم يريدون أن يرفعوا سقف التفاوض عندهم وموقفهم التفاوضي. نعم، بأن هناك كروت أخرى يستطيعون استخدامها. نعم. نعم. نعم أستاذ أستاذ بركات النجار، أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا اليوم عبر الاتصال الهاتفي محللا لهذه المحاور. شكرا أستاذ بركات. شكرا. إذن مشاهدينا الأعزاء، أيضا ينضم إلينا عبر الاتصال الهاتفي المحلل السياسي الأستاذ محمد عمر. أستاذ محمد عمر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أستاذ محمد، تحدثنا يمكن قبل مداخلتك حول المباحثات الروسية السودانية التي تمت بالأمس عبر وزارة الخارجية السودانية عبر لقاء وكيل الوزارة دفع الله الحاج علي بسفير روسيا إلى الخرطوم، ونتحدث حول هذه الزيارة تحديدا في هذا التوقيت، وأن هناك تطورات في المشهد السياسي السوداني، وساطة أمريكية سعودية لحل الأزمة، الآن هناك لقاء علاقات أيضا ممتدة مع روسيا، السلطات الحاكمة هي ليست المرة الأولى أن يكون هناك تواصل مع الجانب الروسي في ظل الحرب الأوكرانية الروسية. تعليقك على هذه المباحثات في هذا التوقيت تحديدا. يبدو أن الجانب الحكومي الآن أو سلطة الأمر الواقع الموجودة الآن غير راضي على الحوارات بالرأي الأمريكية والآلية الثلاثية، لذلك تحاول أن توجد نقطة أخرى للضغط على الآلية الثلاثية وعلى الجانب الأمريكي والسعودي من أجل صنع واقع هم يريدونهم منذ البداية، يعني حتى يكون لعبة الضرار ضرارا بضرار. لذلك هم يفتحون الملفات، كل ما ضاغط عليهم السبل فتحوا الملف الروسي من أجل أن هنالك ملتجا آخر للعب سياسي عبر العملية الداخلية، الضغط الخارجي مقابل الحصول على مكاسب من الحوار المطلوب الآن في السودان. نعم أستاذ محمد، يعني يمكن هذه ليست المرة الأولى التي يفاجئ فيها السلطات السودانية بأن هناك علاقة مباشرة في مع الجانب الروسي، وأن هناك يعني حتى قرارات يعني الروس استخدموا فيها حق الفيتو من أجل عدم تمرير بعض القرارات وهكذا، لكن يعني الآن الحرب الدائرة في بين أوكرانيا وروسيا أيضا لها ظلالها على المشهد، المجتمع الدولي بأسره يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب حتى الآن، يكاد يكون موقف السلطات السودانية يكاد يكون غريب، وهو يعني أشبه بتحيز للجانب الروسي. منذ البداية بدأت منذ عهد النظام المخلوع كانت العلاقات الروسية السودانية هي محل للتشابك والضغط على المجتمع الدولي، المجتمع الدولي الذي يدعم التحول الديمقراطي في السودان، والمجتمع الدولي الذي يحاسب هذا النظام على انتهاكات حقوق الإنسان وغيره. كان دائما بعد طلب الحماية من الرئيس المخلوع طلب الحماية من الرئيس بوتين، تجد أن النظام دائما هو ميال إلى أن يكون إلى الجانب الروسي من أجل الحصول على مزيد من المساحات في التفاوض مع المجتمع الدولي. العلاقات الاقتصادية كذلك، ولكن تعلم أن التقرير الأخير لمجلة النيويورك تايمز أن المخزون الاستراتيجي للذهب الذي استند عليه بوتين كيحفظ قيمة الروبل الروسي في هذه الحرب، كان السودان هو إحدى هذه الموارد التي اعتمد عليها لكي يجعل هنالك مخزونا كبيرا من الموارد والأصول. مثل هذه التشابكات في ملف العلاقات الدولية يثبت لك أن هذا النظام الموجود الآن والنظام الذي سبقه ليست لديهم رؤية حقيقية في التعاطي مع أوضاع العلاقات الدولية، وإنما هي تجاذبات متى ما ولعبة واللعب في من حركة واحدة، وليس هناك أي مدلولات استراتيجية في الاتحاد في العلاقات. إذا أراد الضغط على المجتمع الدولي الغربي لجأ إلى الشرق من أجل صنع مزيدا من الضغوطات لكي يحصل على مزيد من الانتهاكات. مثل هذه الطريقة هي ستؤدي إلى السياسة الوطنية بالكامل
إلى إلى مهلك وإلى محط الريح. نعم. لذلك أعتقد أن ضرورة وجود مثل هؤلاء الأشخاص في في في, في على سدة الحكم مثلها قد انتهت، ويجب الإسراع بالوصول إلى هذا المسار إلى أسرع حل ممكن من أجل إنقاذ البلاد من هذه البرطة التي أدخلها. نعم أستاذ محمد عمر. إذن مشاهدين الأعزاء، محورنا الثالث لهذه الحلقة حول اكتمال رؤية قوى الحرية والتغيير للرؤية التي ذكرت أنها سوف تعدها لإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر، جاء ذلك بعد اجتماع الشهير الذي كان بإشراف الوساطة الأمريكية السعودية ما بين المكون المدني الممثل في الحرية والتغيير المجلس المركزي والمكون العسكري، حيث وضعت الحرية والتغيير شروط الشارع السوداني في على طاولة الحوار وطالبت بتنفيذها، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون هناك عمل إجرائي لإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر وكل القرارات التي تلتها، قدمت اليوم للإعلام قوى الحرية والتغيير هذه الرؤية بشكل متكامل حول الآلية والطريقة التي يمكن أن يتفق حولها المدنيين نحو إنهاء إجراءات 25 من أكتوبر. وكذلك قوى الحرية والتغيير تؤكد أيضا أنها تقف في جانب الشارع السوداني، وتحدثت عن أنه ليس هناك شراكة مع المكون العسكري، هي علاقة جديدة وهي استعادة للحكم المدني في السودان. هذا ما ذكرت قوى الحرية والتغيير عبر ظهورها في الوسائل الإعلامية من خلال لقائها بالمكون العسكري. أستاذ محمد عمر، لقاء الوساطة الذي تم في نهاية الأسبوع الماضي كان له ما بعده، الحرية والتغيير واضح أنها ماضية في هذا الطريق نحو استعادة الحكم المدني عبر الحوار المباشر التي يعني وافقت عليه بعد قبولها بالوساطة، بطلب من الوساطة للجلوس مع المكون العسكري. بداية تقييمك إلى هذا الحوار الذي دار ما بين المكونين، وهل يمكن أن يقودنا إلى حل الأزمة السياسية السودانية؟ بداية إن الأعمال تقرأ بخواتيمها، ولكن هذه التصريحات ما ينصف كل هذا الحوار هو التصريحات التي أدلنا بها القرآن في تنويره للعسكريين، هو أدل بأن هذا الحوار يجب أن يكون شاملاً. الشيء الآخر الذي يدل عن عدم جدوى الحوار مع هذه القوى الإنقلابية كذلك اجتماعه مع ما يسمى اجتماع المكلفين من العسكريين اليوم مع ما يسمى بالقوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني. الميثاق الوطني. نعم. هذه الخطوة أيضاً هي تعرقل ما تم التوصل له في لقاء السفير السعودي في منزل السفير السعودي تلك النقطة التي كانت تعمل على إنهاء الانقلاب، ولكن مثل هذه التطورات تجعل من عملية الحوار نفسها هي عملية إغراق في ملفات التفاوض، بالرغم من أن قوى الحرية والتغيير في أكثر من تصريح أكدت أنها لا يمكن الرجوع إلى الشراكة، وأن ما انتهى في يوم 25 أكتوبر لا يمكن أن يعود، وأن الحل الآن في عملية سياسية تستبعد كافة السياسيين ويقوم بها حكومة التكنوقراط مستقلة لها القدرة على إدارة الملفات السياسية والاقتصادية، ومن ثم الوصول إلى انتخابات كما أدل رئيس عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي أن هذه العملية تقود إلى الانتخابات مباشرة على الأحزاب الانسحاب من العملية الجارية الآن الفترة الانتقالية والتحول إلى الاستعداد إلى الانتخابات. لكن هذه التصريحات وما يقوم به المكون العسكري من إغراق، من عملية إغراق ممنهج للعملية السياسية في التفاصيل، يجعل من الصعوبة بمكان التوصل إلى أي اتفاق ممكن، لأن الآن البلاد تعيش في فراغ حكومي تنفيذي وتعيش من دون رئيس وزراء، ولكن كل هذا وتعاني من أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة في التعاطي مع العلاقات الدولية والمتغيرات، والسودان الآن مهدد ب 18 مليون نسمة في السودان مهددون بالمجاعة الحقيقية بعد التضخم في الاقتصاد العالمي والأزمة الأوكرانية الروسية. مثل كل هذه الضغوط تجعل من الوطنيين والذين لديهم مواقف حقيقية تجاه البلد ومسؤولية
تجعلهم يتراجعون ألف مرة، ولكن المكونات الإنقلابية والمكون العسكري لا يهمهم مثل هذا الأمر بقدر ما يهمه كيف يمكنه أن يحافظ على السلطة حتى وإن مات جميع السودانيين بسبب المجاعة، لكن يجب عليهم أن يحافظوا على هذه السلطة. مثل هذه الطريقة في التعاطي مع الأمر الوطني تجعلهم أشخاص غير راشدين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتظر منهم نتيجة لإنقاذ البلاد من هذه الوهبة التي فعلوها، لأن كل الاتفاقات التي أجريت معهم والتجارب، هناك تجارب مريرة قد خاضها الشعب السوداني منذ الانتفاضة وانهيار حكم المخلوع، تجارب مريرة مرت من قبل الانفصام ومن ثم هذا الانقلاب، كانت دائما هناك مئات من القتلى ومئات وآلاف من الجرحى والشهداء. إذن هذه الشرزمة العسكرية كان يعني قد أخذت موقعها تماما في عداء مع الشعب السوداني ومستقبله في الحياة الكريمة. نعم، وتم التجريب في الحكم من الجانب العسكري يمكن مرارا ولسنوات عديدة فاقت الحكم المدني في السودان. أستاذ محمد عمر، الملاحظ للحوار الذي بدأ ما بين المكونين المدني والعسكري وما تبعه من عمل من الجانبين نحو الوصول إلى صيغة تنهي الأزمة السياسية في السودان، هناك أيضا معارضة لهذا الحوار ولمبدأ الجلوس مع المكون العسكري، وهو غير راض عن ما يجري الآن من اتفاق أو من ذهاب لقوى الحرية والتغيير لطاولة الحوار أو خلافه، وهي ما زالت متمسكة باللآت الثلاثة. كيف يمكن أن تغير هذه الرؤية نحو الحوار مرة أخرى أو يكون هناك إجماع نحو حوار؟ الطريقة هي أن تفتح كل المسارات، ولكن للأسف مثل العقبة الأولى أمام وصول هذا التوافق والجلوس إلى حوار هو عودة من تورطوا بالعمل مع النظام المخلوق. يعني أولئك الشارع اللي عملوا على تطويل عمر النظام السابق يريدون الآن أن يخوضوا تجربة أخرى في الحكم عبر بوابة العسكريين، وهم الذين ظهروا في جلسة حوار العالية الجلسة الأولى، وكذلك من حصلوا على الامتيازات بفعل سلام جوبا ايضا لا يريدون ان يتنازلوا عن هذه الامتيازات. وهنالك الشارع الذي يؤمن بالتغيير الجذري ودخول خروج العسكريين من الساحه السياسيه بالكامل والعوده الى السكنات مثل ما يقولون. اما قوى الحريه والتغيير كتحالف خاض غمار مناهضه النظام السابق ورمم صفوف الثورة، الآن أعتقد أنه جدير إلى حد ما إذا ما تواجدت النية السابقة من الطرف الآخر وهو طرف العسكريين إلى حلحلة الأمر الوطني، أعتقد أن تحالف الحرية والتغيير الآن موجود الآن قادر على إنتاج مشروع وطني حقيقي يستوعب الجميع من أجل الوصول إلى حل لهذه الوهدة والوصول إلى نظام شرعي بفعل الانتخابات. نعم، أستاذ محمد عمر، تحدثت عن أن هناك شارع سوداني يطالب بخروج العسكر أو المكون العسكري من المشهد السياسي، هناك مطالبات عديدة في هذا الجانب تحديدا، هل يمكن أن يكون هذا المطلب هو عملي في هذا التوقيت تحديدا، خروج المكون العسكري أو الجانب العسكري من المشهد السياسي بشكل سريع في هذا التوقيت تحديدا، هل يمكن أن يكون عملي؟ هو يحتاج إلى مزيد من الاستحقاقات لذلك. وفقا للظروف التي يمر بها السودان الآن من أزمة على الحدود مع الحدود الأثيوبية وأزمة كذلك في الوضع الأمني الداخلي، أعتقد أن خروجهم من المشهد السياسي هو أكثر ضرورة، والتفرق لحماية البلد من العدوان الخارجي وكذلك القيام بمهام الأمن الداخلي، وهذه هي المهام الدستورية والشرعية التي قامت من أجلها القوات المسلحة ابتداء. وهذا الدور السياسي الذي يقومون به الآن ليسوا مكلفين به، ولكنها ضرورة وحتمية امتلاكهم للقوة هي ما جعلتهم سلطة أمر واقع. ولكن الطموحات السياسية التي يتمتع بها هؤلاء الضباط أعتقد هم قد جيروا المؤسسة العسكرية ومهامها
إلى طموحاتهم الشخصية، وكذلك أنهم قد أغرقوا نفسهم في أزمات سياسية وعدلية وقانونية، لذلك أصبح تمسكهم بالسلطة هو بمثابة الحماية، ولكن إذا حصلوا على مساومة أو ممكن أن نقول أن يحصلوا على حق الحماية مثلا من قبل الشركاء الخارجيين في هذه العملية أعتقد يمكن، ولكن الموازنة ما بين الطموحات والمخاوف هي في يعني بينهم شعرة متى ما أحسوا بضعف الأشخاص الفاعلين في العملية السياسية تزداد طموحاتهم، ومتى ما أحسوا بقوة الشارع السياسي ورفض الشارع السياسي لأي دور له في العملية السياسية هنا تضمحل طموحاتهم وتتنازل، وإذا هنا العملية متأجحة ما بين الخطين. نعم أستاذ محمد عمر، يمكن الوقت بيضايقنا لوقت البرنامج، لكن محتاجين منك إضافة بسيطة، هل تعتقد أن للحوار الذي بدأ ما بين المكونين المدني والعسكري بإشراف الوساطة، هل تعتقد أن له مستقبل يمكن أن يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية في السودان؟ إذا كان الآن في الأيام ما بعد الجلسة التي حدثت في منزل السفير السعودي تنوير الضباط من قبل البرهان، ومن ثم جلوس اليوم العسكريين مع قوى الحرية والتغيير المدعى بالتوافق الوطني، الرسائل قد وضحت أن هؤلاء الناس قد أجمعوا أمرهم وقد رفضوا أي مسار آخر مع قوى الحرية والتغيير والفاعلين في الشارع، وأصبحوا الآن في تصادم مباشر مع هذه القوى ومستقبل السودان في التحول الديمقراطي وبناء المستقبل الوطني. نعم أستاذ محمد عمر، شكرا لك على تواجدك معنا الليلة في الحلقة ومداخلاتك معنا، شكرا لك كثير أستاذ محمد عمر. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الأعزاء، ناقشنا في هذه الحلقة دور المملكة العربية السعودية وتأكيدها لدعم وموقفها الثابت الداعم للسودان من خلال كلمة مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة حول دعم المملكة لأمن واستقرار السودان. كذلك ناقشنا المباحثات الروسية السودانية التي تمت ما بين وكيل وزارة الخارجية دفع الله الحاج علي مع نظيره أو مع السفير الروسي لدى الخرطوم، وكذلك دلالات وتوقيت هذه الزيارة أو هذه المباحثات بين الجانبين الروسي والسوداني. أيضا تحدثنا حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها للرأي العام وللإعلام السوداني اليوم، هذه الرؤية التي قدمت لإنهاء إجراءات 25 من أكتوبر والقرارات التي تبعتها هذا الشرط الذي كانت تقدمت به الحرية وتغيير للوساطة الذي عقدت اجتماع ما بين المكونين المدني والعسكري. بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الحدث، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.